السلام عليكم والف مرحبا بكم خوتي خواتاتي امدرا كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله نتوما كتشاهدوا الفيديو ديالي ديال اليوم لاول مره كيشاهد القناه سليمه بيوتي ما ينساش يضغط على الزر الاحمر اي زر الاشتراك او لا سابوني او لا سبسكرايب ويفعل الجرس باش هكا يوصلوا كل جديد ديال سليمه بيوتي ومرحبا به مره ثانيه في القناه ديالي مرحبا به مره ثانيه ومرحبا حتى بالناس اللي دائما معايا كيدعموني كيخلوا لي كلام زوين في حقي شكرا لكم بزاف شكرا على التعليق ديالكم وما تبخلوش على اختكم سليمه بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو ديالي بواحد اللايك وحتى الا ما عجبكمش الفيديو ديالي بواحد اللايك ماشي مشكل كنتقبل الاراء ديالكم كاملين. المهم دوزو الموضوع اللي بغينا نهضروا فيه اليوم دائما باقي في الموضوع ديال دنيا باطمه وحساب حمزه مون بيبي. دونك اخوتي اخر المستجدات في الموضوع ديال اليوم هو ان راكم عارفين دنيا كانت عندها المحكمه اليوم اللي خرجات بنتيجة انها زادت الكفالة ديال المبلغ اللي كانت فيه لانها كانت عندها كفالة ديال 30 مليون بينها و لا 30 مليون ديالها هي و 10 مليون ديال ابتسام اختها. دابا في القرار الجديد في المحكمة ديال اليوم الاثنين زادت في المبلغ ديال الكفالة ديالها لدرجة انها وصلت ل 50 مليون في عوض 30 مليون و 30 مليون في عوض 10 مليون ديال اختها. هذا كيدل على ان اخوتي راه كاين علاقه عندها في الحساب لان راه ميمكنش شي واحد غيعطيه واحد المبلغ انه يخلصو واحد الكفاله خرجت لها واحد الكفاله وهي ما دايرتها شي حاجه يعني شي حاجه ما كتدخلش للدماغ. الا جينا نفكروا منطقيا شي حاجه ما كتدخلش للدماغ يعني علاش غادي تخلصي هاد الفلوس وانت باقا كتزيد تعطي في الفلوس وانت ما دايرتش شي حاجه. دونك هذاك دليل انها كتثبت على راسها انها راه عندها علاقه بالحساب. وبالنسبه لسكينه غلامور مازال الحال على ما هو عليه غير ان شنو الجديد في القضيه ديالها هو ان حتى هي نهار الخميس هذا الخميس اخوتي هذا حتى هي غادي تعاود واحد المواجهه ثانيه مقابله ثانيه بينها وبين دنيا باطمه يعني مازال الامر غادي وكي شنو نقول لكم غدا الامور كتحماض كما كنقولوا يعني غدا الامور كتصعب وفي مك وقت ما تزاد كتزاد شي حاجه جديده في القضيه ديالها كيبانوا وجوه اللي كيصدمونا يعني هاد العصابه عصابه كبيره الصراحه يعني عصابه نيت كبيره اللي ضحكت على ماشي غير الناس ماشي هاد العصابه راه ماشي غير استفزت الناس وكلات ليهم يعني الفلوس ديالهم وكتطالب بواحد المبالغ ماليه باهظه باش انها ما تنشرش لك الصور ديالك او مقاطع فيديو ديالك انها تفضحك وتشوهك امام الملأ. هادو راه كيستبزوا حتى الناس اللي ذوي العقول اللي ما عندهمش معرفش شنو عندهم في بلاصه الدماغ يعني ناس شخصيات معروفه اسماء معروفه اللي تاهي لقاو عندها علاقه بالموضوع راه شي حاجه اللي ناس خطيره. وهذا كيثبت وكيدل على ان بزاف الناس اللي كينوضوا كيقول لك لا هذا الشيء ماشي شي حاجه موضوع عادي غير نتوما كبرتوه. انا راه قلتها لكم في الفيديوهات ديالي كاملين ديما كنشير لهاد النقطه لا خوتي هذا ماشي موضوع بسيط. وحاجه اخرى الناس اللي كيقول لك غير يعني غير كتهضروا غير باغين غير ما تقولوا غير باش واش انا ما عرفتش انايا واش كتفهموا واش عارفين واش ديجا مشيتوا شفتوا واش فاهمين شنو هي القصه ديال حمزه مون بيبي ولا غير معاودين لكم عليها. لانكم لو كنتم عارفين شنو هو هذا الحساب ديال حمزه مون بيبي وشنو تعرض في هذا الحساب ديال حمزه مون بيبي وشكون هما الناس اللي يعني خرب بيوتهم وشتت علاقات وشتت عائلات وقتل عباد الله وبزاف راه قتل حتى الناس نفسيا يعني اللي ما قتلهمش راه قتلهم نفسيا يعني راه موضوع ماشي موضوع بسيط وموضوع عادي باش تاخذوه بداك المفهوم ان راه دي ماشي شي حاجه غير الامور طورتوها وكبرها الاعلام وزاد لا خوتي كنستسمح على هذه النقطه هذه. وحاجه اخرى خوتي يعني قد ما الامور كتزيد تعوص قد ما دنيا كتزيد نتوما عرفتوها ان بما انها مرضات يعني جاها اكتئاب حاد يعني سي نورمال يعني شوفوا غير الناس شوفوا غير الشعب غير الشعب المغربي ديالنا حتى شي واحد ما تعاطف معها حتى شي واحد ما ماشي بحال سعد المجرد يعني سعد المجرد دارا يعني حتى هو يطلق فيها كيقولوا جمل ولكن باللسان راه كما كنقول لكم دنيا راه عندها الصوت ولكن ما عندهاش اللسان يعني هو ما كذبش على الشاب ما استحمرناش ما يعني داكشي علاش الناس وقفوا معاه وبالعكس الناس ما تيقوش كيقول لك مستحيل ان سعد المجرد انه يدير بحال هكاك يعني واحد شي حاجه بحال داك الشكل راكم عرفتوا يعني القصه حنا ان ماشي دور الموضوع ديالنا.
ولكن الدنيا مع الاسف حتى شي واحد موقف معاه، حتى شي واحد بغينا نشوفو غير شي قناه او لا غير شي صحافه غير وقفوا معاها، يعني احنا ماشي كنشمتو فيها اللهم لا شمتة، ولكن غير كنبين لكم الصوره ديال كيفاش قداش يعني بحال قلتي الناس بغاوها فيها، لان ما داشاش زوينه مع الناس. واش اولا كتنكر يعني حتى يعني صوراتها الصحافه وانتم الشتل، تنقول لكم اللسان ما عندهاش الشر، الكلمه اللي خرجت من فمها سير الله يعطيك السلامه. شنو هي السلامه؟ يعني كنقول لكم ما عندهاش يعني المنطق وانها تهضر وتخرج بواحد مع الناس هي لا، يعني كيفاش بغيتوا هاد الشعب يوقف معاها؟ كيفاش؟ مهم قضية عندها حامضه وحامضه بزاف. حاجه اخرى اخوتي غنهضروا فيها، يعني كنتمنوا ليها ان ما يكونش عندها بصراحه ولو هذا الشيء كامل، لان باقا كتعتبر متهمه بريئه في حد الساعه، ما حد باقا كتعتبر متهمه بريئه. كنتمنوا ليها من كل القلب، وانا بعدا شخصيا ذكرتها ماشي مره ماشي جوج في الفيديو ديالي من نهار هضرت على الموضوع ديال دنيا باطمه، كنقول يا ربي يعني من كل القلب ديالي اقسم بالله العظيم كنقول يا ربي ما يكونش عندها علاقه بالموضوع، لان كفايه فنانين نزلوا لينا وجهنا الارض كما غايبين، كنا كيشرفونا حنا، راه ماشي حيت الدنيا حنا دنيا دائما نعترفوا بها، كنقولوا صوت رائع حنجره رائعه يعني صوت غزال. انا ديما كنتسنت الاغاني ديالها وكيعجبوني، ولحد الان ما كاينينش انني انا يعني اننا كرهناها ولا اننا حيت كنتقدوها وكنهضروا عليها لا، ولكن كنتمنى وحنا غير لانها فنانه مغربيه وحنا كنهضروا فيما كيكون شي موضوع من حقنا اننا نهضروا، ولا شفنا شي حاجه وما عجبتناش، دونك داكشي علاش كنتمنوا ان ما يكونش عندها علاقه بالموضوع ويكون يعني توقع شي معجزه، واخا هي 90% الموضوع ديالها مثبوت عليها، ولكن كنتمنوا انها توقع شي معجزه ويكون واحد العدل في الحكم ديالها، لان كيف ما شفتوا كاينه غلامور تهيمت باقا حد الان متهمه بحالها، ولكن علاش هي يعني دابا في السجن ومثلا دنيا خرجت حيت زعما كاين الفلوس، ما خاصش يكون بحال هكا، خاص يكون واحد العدل، ولكن حنا كنتمنوا يكون واحد تكون شي حاجه جديده عاوتاني في هذه المقابله اللي غادي تكون بينها وبين سكينه نهار الخميس ان شاء الله، ونشوفوا شنو غادي يخرج عاوتاني، حيت راه فين ما كتجي شي مواجهه كتوقع شي حاجه، يعني فين ما كيخرج شي وجه جديد، فين ما كتخرج شي اقوال جديده، فين ما كتخرج شي حاجه جديده عاوتاني في الموضوع كتبان شي حاجه جديده اللي كتصدمنا حنا. هذا الموضوع غادي وكيصدمنا والله، ما عمرنا شفنا شي ملف وصل لهاد الدرجه هذه، يعني راه كانت اصابه كبيره ماشي من المستبعد ان يكون مازال غنشوفوا بزاف الوجوه اخرى غادي تخرج، يعني ما فهمتش انا شنو هاد العدل، شنو هاد ما عرفتش حتى شي تعبير يكون صحيح باش نقوله ما كاينش، لان ما عرفتش صراحه شنو غادي نقول لكم. المهم كنتمنوا ان كما قلت لكم توقع شي معجزه وما يكونش عندها علاقه بالموضوع ديال الحساب هذا، وكنتمنى هذا تكون عبره لبزاف ديال الناس اللي كيديروا الحوايج الخايبين، راه كيقول لك كيدوم غير معقول، هي ديما كانت كتفتخر، ديما كانت كتباها، ديما شوفوني شوفوا بنتي شنو خديت لها، شوفوا هادي يعني درجة انها مياعات، راه ما كايناش غير دنيا باطمه اللي عندها صوت رائع، راه كاينين بزاف د الفنانين يشرفونا كمغاربه، ولكن دنيا عيقات، دنيا زادت فيه بزاف، داكشي علاش ما لقاتش فوق الحزه اللي وقف معها، لان هي ديما كنتو كتشوفوها في اللايف ديالها لا في الانستغرام ولا في اليوتيوب ولا ديما، دنيا هي كتعاطى، دنيا اللي عطاها كتعطيه وهي كتقولها في وجهها. كنت في واحد البرنامج كان داز في معقلش فاش من اذاعه، كان داز واحد البرنامج ديالها فاس كانت كتقول لك انا بلسانها كتقولها انا اللي عطاني اللي القلب عليا يقاني، يعني بمعنى انها هي عزيز على داك المعاطي داك الاسلوب ديال ما عرفتش يعني ما عندهاش واحد ما عطيتش هي ما عطيتش راسها واحد القيمه، لدرجه انه وصلوا ناس بحرينيين ناس من جميع دول العرب اللي عنده شي حاجه معاها لقى الفرصه انه فاش يقولها عليها خرج كيهضر عليها، راه الصراحه راه ماشي سهله، هي راه ما خصهاش يجيها غير اكتئاب حاد، هذه راه خصها يجيها مع شنو شي حاجه فوق الاكتئاب، مني باقا كتنفس راه لان راه ما دايرهاش زوينه بصراحه ما دايرهاش زوينه، وكما قلت لكم ماشي غير هي ماشي غير دنيا اللي عندها صوت يستحق انها يعني، راه كاينين فنانه ماشي غير مغاربه فنانه يعني نمشيو ما نمشيوش بعيد نشوفو غير ام كلثوم، واش ام كلثوم كان عندها غير وسام ولا جوج او سليمه،
وكلت مرة كان عندها وسام من كل ملك وكل أمير في كل بلاد، حتى من الملك ديالنا الحسن الثاني الله يرحمه كان عطاها وسام وتستحقه، وحتى الفلوس اللي كانت كتاخذهم من السهرات ومن هذا كتديرهم في الأعمال الخيرية، كتعطيهم في شي حوايج اللي فيهم منفعة للناس، يعني كأجر كبزاف د الحوايج. دنيا كدير واحد السهرة كتاخذ واحد الفلوس كتلغد لي كتشوفها في ستوري توري الناس علاش كنوريو شي حوايج ما شنو غنستافدو حنا، علاش واش حنا كنشوفوك كمغنية كفنانة بغينا نشوفو شي حوايج الأعمال ديالك، ما كتهمناش حياتك، باش كتهمنا حياتك أننا غتبقى تورينا شوفو أنايا فين مشيت شوفو داكشي راه غير بسالة والله، لأن كاينين فنانة قلتها لكم في الفيديو اللي سبق، كاينين فنانة مغاربة اللي بغض النظر ان عندهم اوسمه، حنا ماشي يعني ماشي شغلنا في ان يكون عنده وسام ولا ما يكونش عنده وسام، بغض النظر على هذا الموضوع كنتمنوا نشوفوهم غير فشي ستوري، كنتمنوا غير نشوفوا كيفاش حياتهم، يعني درجه واحد الشوق، حنا دنيا طلعت لينا في راسنا بقوت داك الشيء اللي ديما كنشوفوه، ديما ديما وكنشوفوهم كنا غير كنشوفوهم نشوفوها في شي حاجه اللي زوينه، كنشوفوها غير بالتباهي، كنشوفوها غير بالمعطيه، كنشوفوها غير فيش عليا فيش عليك، هضر عليها شي حد مغدا اعطاكيه نعطيه لدرجة حق لك، يعني هذا الحساب لقيتيه مهم. انا ما كنبغيش نسبق الاحداث ونخرج شي حاجه من فمي، باقي ما احنا ماشي حكام، باقي ما تحكمش، باقي قضيتها ما تحكمش باش نعطيو الراي ديالنا في حكم ولا شنو من الموارد، احنا باقي كنهضروا غير في الموضوع ما حدو باقي غير هكا، باقي الموضوع راي عام كنهضروا فيه كاملين وصافي. المهم اللهم لا شماتة، ما كنتمناوش لها، كنتمناو من كل القلب ديالنا ان هذا الموضوع تكون ليه واحد النهايه، وبركه بركه من صدمات، لان هذا الموضوع اشاك فوا كنلقاو شي حاجه اللي كتزيد تصدمنا، اشاك فوا كيخرج شي وجه جديد، اشاك فوا كتخرج شي حاجه اللي هي كتزيد تألمنا، وكنشوفوا يعني ناس اللي كانوا كنشوفوهم واحد الصوره اللي كنا واخدين عليهم، هذا الشيء دخلنا نفقدوا في بزاف الناس، ما بقيناش نحكموا عليهم غير يعني كنهضر على الشخصيات المعروفه، ما بقيناش نحكموا على الناس غير كنظره ونشوفوا الداخل كيعلم به غير الله، داكشي علاش الانسان المهم. مهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم طبيعة الحال خليو ليا اللايك ديالكم، ولا ما عجبكمش خليو ليا الديسلايك ديالكم، وكنحماق عليكم بزاف لا خديكم عليا، ودائما فيما يكون شي موضوع معاكم بالجديد، واللهم لا شمتة تهلاو ليا فراسكم.